الطريق إلى السلام، الجائزة والنهج، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأجنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الذي أشاد من جهته بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان. ولأجل ذلك منحت مؤسسة تابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة جلالته جائزة الطريق إلى السلام. وتركز الحديث خلال اللقاء عن معنى هذا التكريم والرسالة العميقة التي يحملها جلالة الملك في هذا الزمن الصعب. جئنا في هذا المساء نحتفي بالمحتفى به. نعم. نيويورك تصر مجددا من جديد أن تكرم جلالة الملك، وكما قلنا في المقدمة لم تكن مفاجئة لنا أن يحصل جلالة الملك على هذا التكريم في نيويورك. ميزة هذه الجائزة أنها جاءت من مؤسسة الطريق إلى السلام، وهذه المؤسسة مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، وأن تأتي الكنيسة الكاثوليكية وتكرم جلالة الملك هذا له معنى. كيف تقرؤون أهمية هذا التكريم كرئيس أساقفة، كرئيس كنيسة، وكأسقف، كراعي منخرط في العمل الإنساني والروحي مع الوطني؟ أبونا الحبيب، أهمية هذا الحدث اللي تفضلت فيه هو أنه جلالة سيدنا الملك بيحمل رسالة عميقة في زمن صعب اللي فيه كتير من الأمور عمالها بتنهار حوالينا، قيم، مبادئ، قدوة. فقديش مهم إنه رسالة الأردن ورسالة جلالة الملك في هذا الزمن إنه الكنيسة أن تقدرها، وإنه الكنيسة تقدر إنها تشوفها بكل أبعادها، أبعادها الوطنية، الحضارية والثقافية والروحية. كتير مهم إنه كل هاي العناصر اللي مترابطة مع بعضها البعض في جذورنا بهاي البلاد المقدسة بامتدادها الحضاري، الثقافي، الروحي، الوطني، العروبي، إنه نقدر نجسدها في مؤسساتنا الكنسية، وبالتالي تقدر الكنيسة إنها ترسل رسائلها للعالم بأكمله إنه الكنيسة تطوب العمل المبارك، لأنه الله يباركه، وما يبارك الله هو فقط اللي بدوم، لأنه أي شيء بدون الله اللي مش موجود في الله ما إله ولا قيمة حقيقية، وبالتالي يتلاشى بيختفي، لأنه ما إله وجود، كل شيء بيكون موجود مع ربنا. وطريق جلالة سيدنا أو بالأحرى الهاشميين بالمراحل اللي نحن اختبرناها وعشناها، لأنه نحن ما منتكلم ببعد نظري ولا منتكلم ببعد إنه نحن من نتكلم عن أشخاص، ولكن نحن منتكلم عن شيء اللي نحن منتلمسه يوميا، وبنعكس على مواطنتنا، بنعكس على حياتنا، على عيشنا، وبنعكس على طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للمستقبل، لوين نحن رايحين. فنحن عمالنا منشوف في جلالة سيدنا كل هاي القيم عمالها تجسد في نهج من أجل المواطنة، نهج من أجل حمل هاي القيم الروحية، نهج من أجل ترسيخها في مؤسسات الوطن، ومن أجل إنه الإنسان يتبناها، يعيش بموجبها. فهذا كله حقيقة يعني شيء جميل، وبفتكر له رسائل عديدة لكثير من الدول ولكثير من المؤسسات العالمية، إنه نهتم بروح السلام الآتي من فوق من لدن الله، وإنه ونجسد هذا السلام بحياتنا وفي قلوبنا أول حتى ينعكس على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا، ونقدر إنه
نقدر نميز ما بين الشيء الحقيقة منير والصالح من الأشياء اللي كتير اللي في إلها دور ضوء أو تلمع ولكنها في مكنونها مش ما في نقاء ولا في مصالح.